ازيكوا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم النهاردة قصتين جداد من قصص المتابعين النهاردة هحكي لكم عن القصتين اللي اتبعتولي على صفحة الفيس الله اعلم هل القصص دي حقيقية ولا مش حقيقية انتوا هتسمعوها مني وانتوا اللي هتحكموا عليها لكن قبل ما احكي القصص بتاعت النهارده بقول لكم ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده وتحاولوا توصلوه ل 10000 لايك اول 24 ساعه والناس اللي مش مشتركه في القناه دي واول مره تشوفها يا ريت ما تنساش تشترك فيها وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده في ميعادها وزي كل مره هتلاقوني سايب لكم لينك صفحه الفيس موجود تحت في وصف الفيديو لو حد عنده قصه غامضه او قصه مرعبه او حد عنده اي استفسار يبعت على رسائل صفحه الفيس ومعلش لو بتاخر في الرد عليه سامحوني في ناس كتير بتزعل مني ان انا بتاخر في الرد عليها معلش انا عارف اني مقصر معاكم بس الرسائل اللي بتتبعت لي كتير جدا والقصص اللي بتتبعت كتير على رسائل الفيس فانا المفروض اقرا القصص دي كلها واشوف القصص اللي تستاهل فعلا ان احنا نعمل عليها حلقات لان معظم الناس بتبعت قصص قصيره او قصص مش كامله او قصص بتبقى ضعيفه ما تستاهلش فانا بختار احسن القصص اللي هي بتتبعت فهو ده اللي بيخليني اتاخر عليكم في الفيديوهات وهو ده برده اللي بيخليني اتاخر عليكم في الرد على الرسائل بتاعتهم المهم يلا نبتدي القصتين بتوع النهارده عشان ما تبقاش المقدمه طويله بيقول صاحب القصه الاولى انا هحكي لكم عن قصه صاحبي محمد اللي عايش في عماره في Sidi Bish وقصة العمارة دي غريبة جدا، العمارة عادية في كل شيء ما عدا شيء واحد بس هو إن فيها دور مبني تحت الأرض، ومن 30 سنة تقريبا الدور اللي تحت الأرض ده كان دور أرضي، وكان فيه شقة ثلاث أوض وصالة وفيها حمام ومطبخ، والشقة اللي في الدور ده كانت شبابيكها كلها بتطل على المنور، ومع مرور السنين الدور الأرضي ده اتدفن تحت الأرض، وأصبح الدور الأول اللي هو الدور اللي فوقيه بقى دور أرضي مرتفع، أما الدور الأرضي اللي كان موجود زمان فتدفن تحت الارض المهم تعالوا بقى احكيلكم على قصه صاحب محمد اللي هو عايش في الدور الارضي المرتفع اللي هو بيجهز شقته عشان يتجوز المهم العمال اللي كانوا شغالين في شقه محمد كانوا عاملين المنور مخزن للخامات بتاعتهم، يعني كانوا حاطين فيه رمل، حاطين فيه شكائر اسمنت، كان العمال اللي شغالين في شقه محمد حاطين الحاجات دي كلها في المنور، اكمن شقته كانت في الدور الارضي المرتفع، فكان فيها باب بيوصل على المنور على طول، المهم في يوم من الايام محمد صاحبي رجع من شغله الساعه 11 بالليل، ودخل المنور عشان ياخد حاجه منه، لكنه ما كانش عارف ان في جزء من ارضيه المنور كان واقع، وفجاه وهو واقف في المنور بياخد الحاجه اللي عايزها الارض نزلت من تحتيه ولقى نفسه نزل تحت الارض كان الارض اتشقت وبلعته ونزل على راسه وراسه اتخبطت وفقد وعيه لكن بعد شويه فاق وبص حواليه وهو مش عارف هو فين ومش عارف ايه اللي جراله بالظبط بس بعد شوية افتكر ايه اللي حصل له المهم امن وقعته وطمن على نفسه ان مفهوش كسور او جروح ونفض هدومه وابتدى يبص حواليه في المكان الغريب اللي هو نزل فيه وكل اللي كان معاه في جيبه هو الموبايل وعلبة السجاير والولاعة واول ما شغل الكشاف بتاع الموبايل بتاعه لقى نفسه واقع في شقة بالظبط نسخه من الشقه بتاعته اللي موجوده في الدور الارضي لكن مستغرب ازاي في شقه تحتيه وهو كان دور ارضي في العماره والمفروض ما فيش تحتيه اي حاجه المهم وهو قاعد يتمشى في الشقه الغريبه دي وهو ماسك الكشاف بتاع الموبايل لقى الشقه الغريبه دي فيها عفش قديم ومكسر ولقى اجزاء من الشقه العفش فيها محروق وكان فيها اثار حريق على الجدران والسقف والارضيه المهم محمد ما قدرش يستحمل اكتر من كده فراح جاب كرسي من الكراسي القديمه اللي موجودين في الشقه ووقف ليه؟ عشان يطلع من الفتحة اللي هو وقع منها لكن للأسف الكرسي كان مكسر وما استحملش وزنه ووقع بيه وأول ما وقع على الأرض بص على ضوء الكشاف بتاع الموبايل بتاعه لمح كأن في شخص قاعد على الكنبة اللي موجودة في الشقة في الصالة حس كانه شاف ظل اسود لبني ادم قاعد على الكنبه، لكنه بعد كده قال لنفسه يمكن تهيؤات ولا حاجه من الوقع، المهم بص في الساعه بتاعت موبايله لقاها الساعه 3 الفجر، بس محمد اتكسف انه يتصل بوالدته في الوقت ده عشان تيجي تنقذه، خصوصا انها ساكنه في مكان بعيد عنه، فقال في باله كلها كام ساعه واتصل بيها وهي تيجي تتصرف، فراح جاب كرسي قديم من الكراسي اللي موجودين في الشقه وقعد عليه، وحمد ربنا ان بطاريه الموبايل مشحونه على الاخر وانه الموبايل متكسرش منه في الوقعه وراح مولع سيجاره ومسك الموبايل بتاعه وقعد يتسلى على الفيس وفجاه وهو قاعد سمع صوت حركه غريبه حواليه فقال يمكن فران ولا حاجه موجودين في المكان فقام من مكانه وبص عشان يتاكد فما لقاش حاجه موجوده وهو جاي يقعد تاني على الكرسي القديم اللي كان قاعد عليه شاف راجل غريب قاعد على الكنبه وبيبصله جامد وسمع صوت همس في ودانه بس الصوت واضح وكان بيقوله اطلع بره وفضل الصوت يقول له اطلع بره اطلع من هنا وكررها عليه كذا مرة ما تتخيلوش كم الرعب والفزع اللي كان حاسس بيه محمد صاحبي في اللحظة دي شعر جسمه كله وقف وبعد كده حصلت مفاجأة ما كانش يتوقعها لقى الشقة المهجورة اللي كان مقطوع فيها النور وكان وقع فيها الشقة نورت مرة واحدة لكن ازاي الشقة المظلمة دي تنور ما كانش عارف، وفجأة سمع صوت خناقة كبيرة جدا ما بين اتنين، ما بين راجل وست بيتخانقوا مع بعض، وكان الاتنين عمالين يتخانقوا وأصواتهم عالية جدا، وكان الصوت طالع من أوضة من أوض الشقة، وفجأة الصوت اتحول لصريخ جامد، وفجأة شاف باب الأوضة اتفتح اللي كان طالع منه صوت الصريخ، ولقى واحدة ست طالعة من الأوضة والنار كانت ماسكة فيها ومولعة. والست عمالة تجري وتصوت في الشقة وعمالة تتخبط في العفش والنار كانت مولعة في جسمها كله وأي مكان كانت الست دي بتخبط فيه كان بيولع نار هو كمان وبعد كده الست اللي مولعة والنار ماسكة فيها دي دخلت الحمام ولسه عمالة تصرخ وفجأة طلع من قط النوم راجل عمال يزعق ويصرخ فيها ويقول لها انت السبب انت السبب كله منك انت السبب ومع اخر كلمه من كلمات الراجل ده راح مطلع مسدس من جيبه وضرب الرصاص في دماغه ومات وجثته وقعت على الكنبه كل ده شافه محمد صاحبي وهو واقف مرعوب ومتسمر في مكانه ومش عارف ينطق ولا يقول حاجه، ومع صوت الرصاصه اللي الراجل ضربها على نفسه، المشهد اختفى من قدامه، ورجعت الشقه تاني غرقانه في الظلام، والراجل والست اختفوا وما يعرفش هما راحوا فين، ومحمد لما شاف الكلام ده كان عمال يعيط ويبكي بحرقه، وكان خايف يفتح بقه او ينطق بأي كلمة. فحاول انه يقرا قران عشان يهدى شويه وهو لسه بيقرا القران سمع صوت منه بيزعق فيه ويطلب منه السكوت وما كانش عارف مصدر الصوت ده جاي منين ومين الشخص المجهول اللي بيكلمه لكنه خاف وسكت وفضل زي ما هو كده قاعد في مكانه وما بيتحركش لحد ما هدي شويه من الصدمه اللي هو شافها دي وبص بعد كده في موبايله لقى الساعه خمسة الصبح وراح متصل بوالدته قال لها تعالي الحقيني انا واقع في المنور ومش عارف اطلع لكنه ما حكلهاش على حادثه الحرق اللي شافها بعينيه جوه الشقه وبعد كده امه لبست هدومها ونزلت جري واتصلت باخوها وبعد ساعه هما الاثنين وصلوا لحد عنده وقدروا يطلعوه من الشقه او الحفره اللي كان واقع فيها واول ما طلعوه كانت حالته صعبه جدا وكان رافض انه يتكلم وفضل لحد كده ساكت ما بيتكلمش لحد تاني يوم الصبح وفضل بعد كده اربع ايام راقد في السرير وكانت عنده سخونيه جديدة لحد بعد كده ما خف وشد حيله وبقى قادر يتكلم وسأل والدته عن الشقه المجهوله اللي هو وقع فيها وقال لها انت ما تعرفيش اي حاجه عن الشقه دي؟ قالت له والله يا ابني انا زيك كده اول مره اعرف ان في شقه تحتنا لان انا لما اتجوزت اتجوزت في مكان تاني غير الشقه دي، بعد كده ابوك جابني هنا وعشنا كلنا مع بعض واحنا كلنا عارفين ان الشقه بتاعتنا دي هي دور ارضي ومفيش اي حاجه تحتها، المهم محمد صاحبي فضل يدور على اقدم ساكن في العماره دي والساكن ده كان مستشار على المعاش تقريبا كان عمره داخل على السبعين سنة فمحمد صاحبي سأله عن الشقة المدفونة اللي موجودة تحت شقته وهنا المستشار ابتدى يحكي له عن قصة الشقة المجهولة دي وقال له ان في يوم من الايام الشقة دي كان ساكن فيها راجل ومراته ومن غير اي اسباب الراجل ده ولع في مراته وقتل نفسه وبعد كده الشقة ولعت كلها بعدها صاحب العمارة قفل الشقة دي فترة طويلة ومع الوقت طبيعة المنطقة اللي احنا عايشين فيها اتغيرت والارض بقت عالية وصاحب العمارة بنى ادوار زيادة والادوار الزيادة دي دي عملت تقل على العمارة ونزلت تحت الأرض بشوية لحد ما الشقة دي تحولت لبدروم تحت الأرض لكن مع الوقت السكان بدأوا يسمعوا أصوات غريبة منها وصاحب العمارة جاب فيها شيخ يقرأ قرآن لكن مفيش فايدة الأصوات برضو مستمرة ولأن الشقة دي أساسا كان مدخلها من بير السلم فصاحب العمارة قفل الباب بطوب أحمر وبعد كده صاحب العمارة بنى سقف للمنور اللي هو أنت كنت واقف عليه ووقع بيك وبعد ما الشقة دي اتقفلت من كل النواحي الجيران ما بقتش تسمع الأصوات المرعبه اللي كانت بتطلع منها ومع الوقت صاحب العماره مات وولاده باعوا العماره دي لحد تاني وكل تقريبا السكان اللي ساكنين في العماره دي نسيوا قصه الشقه اللي مدفونه فبيقول صاحب القصه انا مش عارف محمد صاحبي ده هيتجوز ازاي وتحت منه شقه كان مات فيها اتنين قبل كده يعني تخيل انت بتجهز شقه عشان تتجوز فيها وتحت منك شقه اتقتل فيها اتنين قبل كده وانت نزلت بنفسك وشفت الحاجات المرعبه دي بعينيك وشفت السيناريو بتاع جريمه القتل ده بيتكرر من تاني بعد السنين دي كلها قصاد عينيك فصاحب القصة بيقول أنا مش عارف محمد صاحبي هيعمل إيه في حياته بعد كده وفي الآخر بيقول أتمنى يا محمد إن حكيت القصة زي ما حصلت لك بالظبط بس ودي كانت نهاية القصة الأولى يلا بينا ندخل بسرعة على القصة اللي بعدها بيقول صاحب القصة التانية ان القصة دي من اغرب القصص اللي هو سمعها في حياته وبيقول ان جدته هي اللي حكت له القصة دي وانتوا عارفين الحكايات بتاعت الجدات لا تقدر تكذبها ولا تقدر تصدقها بس انا هحكي لكم الحكاية زي ما سمعتها من جدتي وانتوا اللي تحكموا عليها بيقول صاحب القصة في بدايات القرن الماضي كان كل اهل القرى بيتميزوا بالبساطة كانوا على قد حالهم مفيش وقتها فروق مادية او طبقية ما بين افراد القرية وكل أهل القرى كانوا متساويين في الفقر والجهل وفي كثرة الخلفة، وده السبب اللي كان بيخليهم يجوزوا بناتهم في سن صغيرة عشان يتخلصوا من حمل المسؤولية عليهم، بيبقى بالنسبة لهم البنت اللي بتتجوز دي زي الهم اللي اتشال من على رقبة أهلها، وفي القرية اللي كانت عايشة فيها جدتي كان في بنت جميلة جدا اسمها سميرة، وسميرة كانت آية من الجمال، كانت سميرة بتتميز بجمال بارع وكل بنات القريه كانوا بيحسدوها على جمالها ما كانش في بنت في القريه في جمال سميره مجرد ما كانت سميره تخرج من بيتها كان كل اللي يشوفها عقله يتلحس من جمالها اللي ابدع فيه الخالق عز وجل لكن احيانا زي ما الجمال بيكون نعمه بيكون في نفس الوقت نقمه على صاحبته خصوصا لما تكون صاحبه الجمال ده حظها سيء وده كان حظ سميرة من ساعة ما فتحت عينيها على الدنيا ولقت نفسها عايشة وسط عيلة كبيرة جدا لكن معدومة وعيلتها الغلبانة جوزتها لشاب عنده حتة أرض زراعية كانت أرض صغيرة يدوبك مساحتها كم إيراد لكن بالنسبة لعيلة سميرة الفقيرة كان بيعتبر الشاب ده متيسر ماديا وسكنت البنت الجميلة في بيت جوزها اللي كان قاسي وبخيل عليها لأبعد الحدود وكان بيغير عليها جدا ويضربها ويهينها لأتفه الأسباب وفضلت البنت المسكينة تتحمل وتصبر على الضرب والإهانة والمعاملة السيئة خصوصا أنها خلفت منه ثلاث أولاد فكانت بتستحمل وتصبر عشان خاطر ولادها وفي يوم من الايام وسميره نازله الغيط الصبح عشان تشتغل فيه زي عوايدها كانت بتروح الصبح الارض بتاع جوزها تشتغل فيها وتحلب البقر وتاكلهم وفي الوقت ده وهي شغاله في الارض كان في عينين غير بشريه بتبص عليها والعينين دي كانت عينين جني عاشق والجن شاف جمالها الغير عادي واعجب بيها ومش بس اعجب بيها عشان جمالها ده اعجب بيها عشان قلة حيلتها وصبرها على جوزها اللي كان بيضربها ويهينها وما كانش بيقدر تضحياتها وعملها المتواصل في الارض الزراعية بتاعته والمسكينة كانت ساكتة وما بتشتكيش وكانت بترضى باقل القليل وفي يوم من الايام لقوا زوج سميرة مرمي على الارض وميت ولقوا عبارة مكتوبة جنب جثته بتقول ويل لمن يفرط في نعمه ربه ورجعت بعد كده سميرة لبيت عيلتها وزاد عليها التعب والشقه ازاي بعد كده هتأكل عيالها الثلاثة؟ لكن بعد كده الجيران ابتدوا يلاحظوا تغير كبير بيحصل لعيلة سميرة، مرة واحدة العيلة الغلبانة بقى حالها ميسور، وابتدت النعمة تظهر عليهم بشكل كبير وملحوظ، وبقى كل السكان في القرية مفيش على لسانهم سيرة غير سميرة وعيلتها، وازاي النعمة المفاجأة دي ظهرت عليهم كده مرة واحدة، مع إن مفيش حد من أفراد عيلتهم سافر مثلاً اشتغل في دوله تانية ولا حد مثلا من العيله دي ورث، البلد كلها بقت مستغربه وبيسالوا بعض هي العيله دي اختنت كده مره واحده ازاي؟ والاغرب من كده عيله سميره اشترت ارض زراعيه جديده فكل الجيران اللي حواليهم كانوا مستغربين هي العيله دي بتجيب الفلوس دي كلها منين؟ ومن ضمن الجيران اللي كانوا حوالين عيله سميره كان في جاره فضوليه وحشريه جدا والجاره الحشريه دي على طول قاعده قدام باب بيتها بتراقب عيله سميره من أول النهار لحد الليل وكل شوية كانت بتحاول تستدرج أي فرد من العيلة دي في الكلام عشان يقول لها إيه سر التغير المفاجئ ده في حالتهم لكن كل أفراد عيلة سميرة بقوا يتهربوا من أسئلتها والجارة الحشرية دي معرفتش توصل لأي نتيجة وتفضل تسأل نفسها طب العيلة دي لقت كنز مثلا طب سرقوا سريقة وكانت بتتجنن لما كانت تشوف الأطفال بتوع عيلة سميرة ماسكين في إيديهم فاكهة مش في أوانها يعني ممكن مثلا تشوف في إيدين الأطفال بتوع العيلة مانجا أو بطيخ مثلا اللي هي الفاكهة الصيفية بياكلوها في الشتاء يعني مش في معادها ده غير كمان إنها كانت بتشوف الأطفال ماسكين عملات ذهبية غريبة الشكل كانوا بيلعبوا بيها في إيديهم ومن ضمن الحاجات الغريبة اللي كانت بتشوفها في بيت عيلة سميرة كان في شاب وسيم جدا جدا والشاب ده يخرج من باب بيت العيلة بالنهار ويرجع آخر النهار وهي هتتجنن وعايزة تعرف مين الشاب الوسيم ده هي عارفة شباب القرية كلهم واحد واحد بأساميهم لكن الشاب الغريب الوسيم ده اللي بيدخل ويخرج من بيت العيلة هي ما تعرفش ده مين فقررت الجارة الحشرية دي تعرف سر عيلة سميرة بأي تمن ومن البجاحة بتاعتها راحت عندهم البيت تخبط على الباب وأول ما العيلة فتحت الباب وشافوها قالوا لها أهلا وسهلا كده من تحت الدرس وهم مش طايقينها وهم عارفين إن الست دي حشرية ومتطفلة المهم الست الحشرية دي دخلت البيت عندهم وهي حاسة إن مفيش حد في العيلة مرحب بوجودها لكن إكمنها ست بكحة وما بتتكسفش ما اهتمتش بكل ده وفضلت تاخد وتدي معاهم في الكلام وتتصنع قدامهم المحبة والعطف وقد ايه هي بتحبهم وبتعزهم وبتدعي لهم وكل الكلام القوانطة اللي انتوا عارفينه ده وكان كل افراد عيلة سميرة كانوا قاعدين كده ومبتسمين وبيبتسموا ابتسامة صفراء يعني مش طايقينها يلا خلصي غوري في داهية امشي من هنا احنا مش طايقينك لكن هي برضو مش عايزة توقف في الكلام وعمالة تلت وتعجن وفضلت قاعدة عندهم ترغي يجي ساعتين تلاتة وفجأة وهي بتتكلم معاهم باب البيت خبط وكل اللي كانوا قاعدين في البيت بصوا ناحية الباب وأولهم طبعا الجار الحشرية دي. اللي كانت مستنيه اللحظه دي بفارغ الصبر ولما فتحوا الباب دخل منه الشاب الوسيم الغريب اللي محدش يعرف في البلد كلها هو مين الشاب ده واول ما الشاب ده دخل البيت وقفل الباب وراه ملامح وشه اتبدلت وتحول لسميره فالجارة الحشرية أول ما شافت المنظر المرعب ده لسانها وقف عن الرغي كانت قاعدة وسطيهم وهي خايفة ومرعوبة ومش عارفة تنطق وتقول إيه فهنا سميرة كشفت سرها لجارتها الحشرية وقالت لها إنها مخاوية جن والجن اللي مخاوية ده بيغير عليها جدا وهو اللي بيخلي هيئتها الأنثوية تتحول لشاب أول ما تخرج من بيتها ولما ترجع البيت تاني ترجع للشكل الأنثوي بتاعها اللي هي سميرة وهنا طلبت سميرة من الجارة الحشرية إنها تحفظ سرها فالجارة الحشرية عهدت سميرة انها تحفظ السر لكن الطمع والجشع ملأ قلبها وبقى الضيف مستديم في بيت عيلة سميرة وعلى طول تفضل حشرة مناخيرها في شؤون العيلة الخاصة وهم كانوا بيستحملوها وهم ساكتين ومتغاظين فبعد كده سميرة ادت الجارة الحشرية دي شوية هدايا يمكن يغزو عينيها شوية لكن مفيش فايدة الجارة الحشرية دي فضلت مع الوقت طلباتها تزيد والجشع والطمع ملوا قلبها وبقت تطلب الطلبات بكل صراحة وبجاحة ومن غير أي وطلبت من عيلة سميرة إنها عايزة تشتري حتة أرض زراعية لأولادها، وكانت عايزة منهم ذهب وفلوس وكانت عايزة حاجات كتير، وكل يوم وكل مدى طلباتها عمالة تزيد، وهددت عيلة سميرة إنهم لو ما نفذوش ليها الطلبات دي هتفضحهم في البلد كلها، وهتفشي السر بتاع بنتهم اللي مخاوية جن لكل أهل البلد، وهتفضحهم في البلد كلها وتقول عليهم صحرة ومش عاوزين، لكن عيلة سميرة رفضت الابتزاز ده وطردتها على طول من البيت، وقالوا لها اعملي اللي أنت عايزاه، مش مش هنديكي أي حاجة بعد كده، وبالفعل الجارة الحشرية أفشت سر عيلة سميرة للقرية كلها، وفي خلال دقايق الخبر انتشر في البلد كلها، وبعد كده الجارة الحشرية دي رجعت بيتها وهي بتبتسم وتقول ده جزاء اللي ما يعمليش أي حساب، وتاني يوم الصبح ولاد الجارة الحشرية دي جم عشان يصحوها لقوها ميتة على سريرها. ولقوا جنب جثتها ورقة مكتوب عليها هذا جزاء إفشاء السر وخيانة العهد اما اهل القريه بعد كده ملقوش اي اثر لسميره وعيلتها كانهم اتبخروا من على وش الارض وسابوا وراهم ارضهم وكل ممتلكاتهم ما خدوش معاهم اي حاجه لما مشيوا ومحدش في البلد كلها يعرف سميره وعيلتها اختفوا وراحوا فين ولا حد يعرف لحد يومنا ده ايه مصير العيله دي بس دي كانت نهايه القصه الثانيه بتاعت النهارده اللي بيقول صاحبها ان القصه دي من اكتر القصص الشعبيه اللي هي مشهوره عندهم في البلد والصراحه هو ما قالش بلده دي اسمها ايه ولا فين ولا حتى قال المهم ما تنسوش لو القصص دي عجبتكم تعملوا لايك للفيديو ده وتحاولوا توصلوه لاكبر عدد ممكن من اللايكات والناس اللي مش مشتركه في القناه تشترك فيها وتفعل جرس التنبيهات وان شاء الله اشوفكم المره الجايه في حلقه جديده وقصه جديده واقول لكم مع السلامه